هل الموت حقيقة؟ في أحد منكم الآن ينكر أن الموت حقيقة؟ ما في أحد ينكر حقيقة الموت، لأنه يرى الموت بعينه. وهذه الحياة أنستنا الموت. استعد للموت كاستعدادك للدنيا، والأولى أن يكون استعدادك للموت أكثر من استعدادك للدنيا. الآن الواحد منا إذا أراد السفر ألا يتهيأ لسفره؟ نعم يتهيأ، لأنه مقبل على مرحلة لا بد من الاستعداد له. كذلك الموت، أنت لا تدري متى ينزل بك، فعليك أن تكون مستعدا له. ليس الاستعداد أن تترك الدنيا، لا، لكن لا تلهيك الدنيا عن الآخرة. رجال إيش قال؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هو يبيع ويشتري ويأكل ويشرب ويتزوج، لكن ما ألهاه ذلك عن الآخرة. الآخرة نصب عيني، فإذا أذن توجه إلى المسجد، إذا عرض عليه الحرام ابتعد عن الحرام. وهكذا المؤمن الذي يعيش حقيقة الإيمان وحياة الإيمان. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى إيش؟ زرتم المقابر، يعني حتى نزل بك الموت وأنت في لهوك. الاستعداد، استعد، لأنك لو أنك تدري. كان الواحد يقول قبل ما أموت بأسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر شهرين سنة استعد، لكن أنت ما تدري، معنى تكون مستعدا على مدار الساعة. على مدار الساعة كن مستعد. هل الموت نهاية؟ الجواب لا. الموت سبحان الله انتقال من دار إلى دار. كل هذا الانتقال لا ندري عنه، لكن نؤمن به حتى استقر بنا إلى مستودع أرحام الأمهات. فمستقر ومستودع، بعد استقرارنا في أرحام الأمهات خرجنا إلى هذه الحياة. هذه الحياة دار عمل وليست دار جزاء. مبتلى فيها أنت، مبتلى فيها بالخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير ماذا؟ فتنة. عندك ريال من الحرام وريال من الحلال، عندك التوحيد وعندك الكفر، عندك الصلاة وعندك ترك الصلاة، عندك الإيمان وعندك النفاق. كل شيء سبحان الله له ضد. هل ابتلاء وامتحان؟ أن تمحص في هذه الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا.